يا ابو العبد صاحب ذنب على العافيه. ابو العبد بتعرف شو قصه هذه؟ لا هذه ما بعرف. انا بحكي لك عنها. هذه هذه اللي الحفر الموجود في الصخر هذا موجود من زمن العثمانيين. زمن العثمانيين طبعا بجوز ما عندكش فكره انه السكت الحديد انفتحت على زمن السلطان العثماني عبد الحميد. اسمه عبد الحميد السلطان العثماني. قاموا بشق سكت الحديد اللي تصل بين القدس ويافا. وطبعا بتير كانت منطقه مهمه جدا تتجمع فيها منتوجات القرى المجاوره، مثلا من الولجة، من حسان، من نحين كذا، تتجمع في المحطه وبعدين يقلب بضاعتهم الى القدس والى غيرها. طبعا هذا شو اهميتها؟ انه القطارات في زمان كانت تمشي على البخار، يعني القطارات بخاريه، ما كانش لا على الفحم على البخار. فكان يمدوا من هان قناه تاخذ الميه تنزل على المحطه، وبعدين من هناك في انبوب يحطوه في القطار، والقطار طبعا الميه تغلي وتدور القطار يمشي.